بلاد وهذا كتحتاجي شي واحد اللي يكون كلوز يعني بحال نفسك. ما تفكيني. مساء الخير، مساء النور البنات. اليوم كنصور لكم في الليل، شفتوا ديما كنقول صباح الخير صباح الخير. المهم اليوم كنقول مساء الخير، كي دايرين؟ شنو كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي يا ربي يا ربي. كتصيفطوا لي ميساجات قلنا سمر ما تغيبيش علينا في الفيديوهات. والله الا البنات غير مع الوقت راكم عارفين الشطون من هذه لهذيك وصافي. المهم اليوم البنات الموضوع ديالنا كاين كذا موضوع، ولكن الموضوع يعني كاينين بزاف ديال المواضيع. المهم ما علينا، كنتو كتبتوا لي بزاف لي ميساج لتحت، عافاك شاركي معنا. يعني البنات فئات، كاينه اللي كتقول لي شاركي معنا المكياج ديالك، كاينه اللي تقول لي شاركي معنا لي بارفان ديالك، كاينه اللي كتقول لي شاركي معنا الكريمات وهذه الى اخره الى اخره. المهم انا حسبت انا وحده فيهم يعني بزاف، واللي لقيت دابا غادي نديرهم بالتدريج. اللي لقيت بزاف هي ديال شاركي معنا لي بارفان ولا العطور اللي كتستعملي. المهم البنات انا اليوم غادي نشارك معكم العطور، ولكن على فكره كاين واحد البارفان كنستعملو دابا 14 سنه ولا اكثر، والله الا يمكن اكثر، ما تنقدرش نستغنى عليه. يعني غير يسالي خاصني ضروري نشري، فمثلا واخا نشري بارفانات اخرين وكلشي ضروري هذاك تنحس بيه بانه اي حد تيشم هذاك الريحه تيعرف باني انا. يعني بكثرة ما كنديرها بزاف، يعني ما واخا نبدل من هاد الريحه لهاد الريحه، ولكن كاينه بارفان وحده كتمثلني، فهمتوني البنات. المهم انا غادي نشارك معكم دابا المجموعه اللي عندي، فغنوريكم شنو عندي، يعني شنو تنستعمل. هذه اخر شيء كان عندي، ففيما قلت لكم كنبدل، يعني فيما كتبان لي شي حاجه زوينه كنبدلها. فيما كتكون جايه صاحبتي من السفر ديالي داك كتجيب لي معها شي بارفان من المطار، فيعني ماشي غير حاجه وحده الا وحده اللي غادي نعرفكم عليها. اللي تنقول لكم اي حد حتى البنات اللي قراب مني وداك الشيء تيشموها تيقولوا هذه سمر، هذيك يعني عزيزه عليا بزاف. المهم غادي نبداو البنات، ما ماشي بزاف وما اصلا عندي هذه ديال بوازون، هذه الحمراء ديال ديور حتى هي زوينه كتعجبني، يعني تاع الشتا تاع الخريف تاع هادي ريحتها دوس بحال هكا، يعني انه زوينه. انا ما كيعجبنيش هذاك الشيء المجهد ولا داك الشيء اللي فيه العود، ما كيعجبنيش. تعجبني شي حاجه تكون يونيك، يعني تكون الريحه ديالها معروفه. فكاينين من هاد كاينه هادي عندي بوازون، هادي تتعجبني الحمراء البنات، حيت كاينه كذا نوع في بوازون، فكان كنستعمل هاد الحمراء. فهادي من انواع تاع هي المفضله عندي، يعني شاريها ومعاوده وشاريها ومعاوده، ولكن ماشي بحال هذيك اللي قلت لكم في الاول. المهم هادي يعني حتى هي كتعجبني تكون عندي. عندي عاوتاني هادي بلوك اوبيوم ديال اف سان لوران. المهم البنات لما شفتو ما لقيتوش الغلاقه، راح حتى نكون دايراهم في السيكل، ملي تنهز من الساك تنهز بلا غلاقه ما فيها نبقى نبدل. هادي حتى هي زوينه، حتى هي ديال الريحه ديالها فنه و شيك، يعني كتحسي بها شيك. هادي من لي بارفان تاعهم اللي عجبوني البنات. كاينه هادي ديال جيفانشي ديال ما عرفتش شنو سميتها، المهم جيفانشي زوينه حتى هي. هادي حتى هي كنت استعملتها وعجبتني، يعني صافا صافا، ولكن ماشي في المراتب الاولى. يعني هادي كانت جبتها لي خالتي في صالون، خالتي مينا تحيه من هنا، حتى هي زوينه ريحتها. كاينه هادي كان جابها لي الزوج ديالي ديال العود، معروفه هنايا سميتها ووتس، زوينه هادي البارفان ديالها زوينه. وكانت كاينه هادي زوينه بزاف حتى هي، هذه كانت جابتها لي دليده في لانيفيرسير ديالي وعجبتني، قلت لكم تتعرفوها ديال كارولينا هيريرا، حتى هي البارفان ديالها زوينه. وكاينه هذه حتى هي انا كنت شميتها عند واحد البنت وعجبتني، وكنت وصيت على الزوج ديالي كان جابها ليا، سميتها لانتير دي ديال جيفانشي فنه صراحه، الريحه ديالها زوينه بزاف. يعني هادو من اخر ريحه انا استعملت وعجبتني، يعني الريحه ديالها فنه بزاف بزاف، سميتها لانتير دي ديال جيفانشي. هادو بالنسبه للروائح. المهم غادي ندوز لهذيك الريحه اللي قلت لكم اللي انا تتعجبني بزاف وما يمكنش لي نستغنى عليها، وتنديرها شحال من عام وعام وعام لي دابا البنات اللي تعرفوني غادي يشوفوا هذا الفيديو غيعرفوا ان ريحه اللي هي اليان.
هاد البارفان الصراحه الصراحه واخا هي كيقول لك الناس ديال الشتاء ولا ديال الخريف، انا تنديرها في الصيف تنديرها في هذه الريحه ديالها، انا متعوده عليها في الانف ديالي، ومنين كنشم هاد الريحه يعني قلت لك بكثره من الناس اللي تيعرفوني كلوز مني تيشموا هاد الريحه تيعرفوني انا، فهاد البارفان ما يمكنش انني نستغنى عليها، فيما تتسالي خصني نجيب وحده اخرى ضروري خاصها تكون عندي انا. هادو البنات بالنسبه للبارفان اللي عندي دابا يعني في هاد الوقيته اللي تنستعمل، وما هادو راه عرفتكم عليهم، ولكن انا قلت لكم من الاول حتى الاخر يعني اللي تعجبوني بزاف. هذه اول وحده لانتيردي حتى هي عجبتني، غنديرها ثاني وحده، لا نقدر نعطي الثاني هي وبوازون ونعطي نعطيها لهذه حتى هي زوينه. ايوا عاد هذه خلاص حتى هي ديال الريحه ديالها زوينه، البنات اللي هنا في الامارات تيعرفوها زوينه بزاف ريحتها. وبالنسبه لجيفانشي وإف سان لوران نعطيهم مراتي بالاخرى، ولكن حتى هما زوينين. ها هو عندي في ساكي، عطيني ديك اللي في ساكي روبرتو كافالي، حتى هذه خديتها هذا الصيف صراحه وعجبتني، يعني عمليه زوينه كنديرها في ساكي وهكا كنقدر نهزها، ف حتى هي غادي نوريها لكم. من الغلايق راه تلقاها مليوحين تما، هذه ديال روبرتو كافالي حتى هي زوينه، يعني هذه يوميه تقدري ترشيها في اي وقيته، ما حتى هي كتعجبني بزاف ديال روبرتو كافالي مع كانت في ساكي. ايوا هادشي اللي كاين البنات، هادشي بالنسبه لي بارفان سولتوني عليهم، هادو هما لي بارفان انا اللي كنستعمل. بالنسبه للكريمات مازال غادي ندير لكم ان شاء الله حلقه ديال الكريمات وندير لكم مكياج، يمكن انا هذيك النهار تشاركت معكم ملي درت هذاك المكياج هذاك المكياج ديالي، المهم انا اللي عرفته واللي كنديرو في راسي تشاركته معكم. انا قلت لكم ماشي بروفيسيونيل في المكياج وماشي شي مكياج كبيره ولا هادي، ولكن صافا يعني كنمشيو حالنا بشويه ديال اللمسات، لانه انا كما قلت لكم ماشي من النوع اللي تدير المكياج بزاف اولا تتعرف ترسم اولا انا ما تنعرفش نلصق، حتى الشفار ما تنعرفش نلصقهم، ف شي واحد ما تيعرفش يلصق الشفار يعني راه بينه وبين المكياج غير لا اله الا الله. المهم هادشي اللي كاين البنات. والموضوع الثاني اليوم اللي غادي نهضروا فيه هو ديال صاحبتي دليدا، بزاف تتسولوني تقولوا لي اشنو تجيك دليدا في لي ميساج، شنو كتجيك دليدا، شنو واش اختك واش عمتك واش هادي، وحده قالت لي كاع قالت لي واش هذيك البنت الكبيره بنتك حتى هي. المهم ما علينا، والله الا قالوها لي واحد البنت كتبت لي في الكومونتير عادي يعني شافت سيرين وهي تقول لي على دليدا شافتها معاها وهي تقول لي هذيك البنيه الكبيره حتى هي بنتك، المهم راه حتى هي بحال بنتي يعني. فالمهم البنات دليدا الصديقه ديالي كنعرفها من 2012 اوكي، خليها باش نعاود لكم، خليكم انا غادي نخليها تجي حدايا باش نعاودو بجوج، المهم خليكم باش نعاود لكم قصه. المهم البنات عيطت على دليدا باش ني نهضر تكوني شاده تعاونيني. المهم دليدا واحد الدار البنت من مكناس، راه كانت قالتها لكم غيزان في الفيديوهات اللي فاتوا، انا من المحمديه يعني يا مكناس وانا في المحمديه. تخيلوا اول مره هي غتجي الامارات كان في 2012، وانا كنت هذاك الصيف في المغرب وراجعين، كان الصيف ياك كان اوت اوكي، فانا شفتها في المطار، جات معايا في نفس الطياره، ومني كنا كنتسناو في صال داتون الطياره شفتها، يعني بانت لي هذيك البنت عرفتها ما مش يعني بقات لي في عقلي، صافي ما هضرت معاها ما هضرت معايا ما والو، شوفوا باش تعرفوا بانه الصوره. فمن بعد منين صافي جيت انا في حالتي الامارات وهداك الشيء، هي دليدا قاري اوتيس دولار في لي زورونجي ديال الرباط، فهي كانت دايره مضيفه ديال الطيران، وما كانش يعني ما صادفهاش الحظ باش غتلقى خدمه في المغرب، فجات هنا للامارات باش غادي تدفع هذاك الشيء. المهم ما علينا البنات، اون فوا جينا حنايا للامارات صافي هي مشات، ما تنعرفهاش ما هضرت معاها ما هضرت معايا ما والو، يعني ما تنتعرفوش غير بالشوفه هكا، شافت فيا وشفت فيها يمكن بهذيك الصال داتون ضحكات ليا ضحكات ليا، وهذه صافي ما كنعرفهاش، وهذه كتعرفوا البنات كيكونوا غادي مسافرين تتشوف المغربيات تتشوفي هذه تضحكي مع الناس هذيك الابتسامه وهذه صافي. المهم من بعد بواحد كان العيد الكبير، كان يمكن الغد ليه العيد كان الغد ليه العيد الكبير، انا ما جلستش عيطت في المغرب بقى عاقله كنت جايه. المهم من بعدها بشي 15 يوم ولا 20 يوم ياك، من بعد بشي شهر لانه انا كنت باقا عاقله كنت جيت من المغرب جيت الامارات هنا، من بعد بشي اسبوع مشيت لتركيا باش نجيب السلعه، فمنين جبت انا السلعه اون فوا تنزل عندي في الواتساب ولا داكشي البنات اللي كياخذوا من عندي السلعه عيطوا ليا، فكاينه واحد البنت كانت عيطات لينا بلوتو سمره مقاطعه، كان في 2012 كان العيد صغير كنا جينا ليله العيد
كنا جايين للعيد راه هي تذكره انا الزهايمر صح كنا جايين صايمين العيد الكبير ولا العيد الصغير؟ لا العيد الصغير عاد دابا تفكرت ها جينا في رمضان اوكي جينا في رمضان فانا علاش جيت انا ما عيطتش معاهم في المغرب كنت جيت على اساس باش يلا نجي في هذيك السيمانات العيد نقدر نسافر حتى لتركيا باش نجيب السلعه لانه يعني في الاسبوع ديال العيد وداكشي حتى تكون الخدمه المهم حنا جينا وداكشي من بعد بشي اسبوع انا مشيت لتركيا كما قلت لكم جبت السلعه واحد البنت تنعرفها الله يذكرها بالخير كانت عيطات ليا على ود السلعه كانت شافت التصاور وداكشي وعيطات ليا غدا ليها انا بالحوايج داكشي اللي عزلات كان غير كندخل للدار كنلقى عندها دليله شوفوا الصدفه هي كتشوف فيا تنشوفها تنقولها ما عرفت فين شفتك هي كتقول لي ما عرفت فين شفتك المهم بقينا تنرجعوا الذاكره قالت لي راه انا اللي تلاقينا في المطار وهذه لا 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 سلام كي دايره المهم يعني تبدا الحديث ملي تلاقيت معها عند هذيك البنت كانت هي ديك الساعه كندافع انايا في مطار الشارقه باش غادي دير اوتيس داكور المهم كانت خدات النمره ديالي وانا بقى عندي الكونتاكت ديالها صافي ومشات يعني هي البنت مشات الله يسهل عليها وانا كذلك مشيت الله يسهل عليا فهي كانت ومن بعد انت كنا تلاقينا عاوتاني عند واحد البنت اخرى عند غزلان كنت تشوف الفيديو من بعد عاوتاني بقى عندي الكونتاكت ديالها المهم ما كناش هضرنا فهمتوا من بعد عاوتاني كنت تلاقيت مع عند واحد البنت غزلان كانت هذيك الساعه هي بدات الخدمه ديالها وداك الشيء صافي ولينا تنتلاقاو كل مره كنمشي عند هذيك البنت غزلان يعني كنعرفها كنتلاقى بها وداك الشيء فتعرفنا اكثر هادشي في 2012 البنات كان هي من بعد كانت خرجت من هذيك الخدمه لا لا ماشي هي راه فين عيطت لك انا باش وقع لي المشكل معاهم كان وقع لها مشكل تما في هذيك الخدمه المهم كانت عيطت لي انا يعني بالحكم انه انا عارفه شحال هذه في البلاد وداك الشيء فوالا وتنعرفت تسولني يعني فالمهم هذاك المشكل تحل الحمد لله حلينا وداك الشيء صافي بقات العلاقه من هذاك الوقت يعني تخيلوها دابا 8 سنين فباش بلاتي باش نوضح لكم البنات واحد الحاجه يعني شوفوا انا تقريبا تنعرف كلشي البنات اللي في الامارات بالحكم انني قديمه وبالحكم انني تنتعامل مع البنات في الحوايج وداكشي فتقريبا المغربيات كاملين تنعرفهم ولكن غير معرفه ديال الخدمه معرفه ديال هذه يعني ما كايناش شي معرفه شخصيه بيني وبين الناس لانه اصلا انا من الناس اللي ما نتوما عارفين انا برج الجدي فبرج الجدي ما تيكونوش عنده بزاف ديال لي كونتاكت يعني الناس اللي تيكونوا قرابين منه فانا دابا يعني حاليا اللي كنقول لكم عندي صحاباتي قال لي تنعرف دابا بحال تنقول لك دليدا من 2012 اوكي عندي رانيا تشوف الفيديو غادي يضحك عندي ام راشد رانيا حتى هي من شي 2000 المهم رانيا دابا بنتها عندها 7 سنين وانا تنعرفها يلاه تزوجت باقي ما حملاتش فتقريبا شي 9 سنين ديال الوقت باش كنعرفها وعندي واحد الصديقه اخرى ديالي اسيا هذيك كاع منين يلاه جيت الامارات تنعرفها واحد السيده متزوجه بمواطن وهذه وحتى هي يعني عندها الجواز اماراتي كتسمى اماراتيه وتنعرفها تخيلوا البنات بنتها عندها عامين يعني بنتها ما شاء الله عليها دابا هذا العام عندها الجامعه عندها 18 سنه فهانتوما دليدا هاد البنت اللي قلت لكم رانيا وهاد اسيا هما يعني اللي كلوز مني في الولاده في المشاكل في الفرح في كل شيء هما اللي هادو هما اللي كلوز اللي تندير وكاينه غزلان كنعرفها انا قبل ما انا نتزوج يعني كنا صحابات وهادي وجا الوقت وتفارقنا كل واحد مشى ومشات ليام وجات ليام وتلاقينا يعني غير في اليوتيوب انا شفتها وتنقول هاد البنت راه هي صاحبتي هي هادي وصافي بقينا اون كونتاكت وكما كنقول لكم ما شاء الله عليها غزلان ديال شحال هادي صاحبتي اللي كنت نعرف شحال هادي فهي كذلك صاحبتي ديال دابا الله يعمرها دار وظريفه وهي يعني اللي على قلبها على لسانها باش نكونوا واضحين فدابا ولاو اربعه كانوا ثلاثه كما قلت لكم ودابا كاينه ام زايد حتى هي الله يخلي لها وليداتها حتى هي من الاصدقاء ديالي يعني انا كما قلت لكم ما كاينش عندي بزاف ديال الناس في حياتي فهادو هما الناس اللي انا كنعرف عادي نرجعوا دابا الموضوع ديال دليلة فمن بعد صافي بقات لي كونتاكت انا وياك صافي صاحبنا صافي ولات اميتي ولينا ديما يعني يوميا نقدر انا نمشي عندها نشرب معها قهوه ولا هي تجي عندي ولا نخرجوا اونصومبل يعني فيما كنا كنت خارجه انا غاديه للمول ولا هذا الو سمر يلا نخرجوا يا صافي هادشي ولات حياتنا يعني ولينا متقربين بزاف كلوز فدابا شي تقريبا شي 4 سنين كانت هي خدمات واحد السوسيتي هنا وهذيك السوسيتي كانوا تيصيفطوها لبرا على الامارات يعني كل مره فين تتمشي تخدم تركيا كان في الاول قطر قبل ما يوقعوا المشاكل تركيا الكويت يعني فهي ولات بعيده
فمنين ولات بعيده ولات كتاخذ هي فيما تتاخذ الكونجي ديالها من غير هذاك الكبير ديال السيمانه جوج سيمانات تجي عندي. يعني واش فهمتوا دابا حيت كتسولوني واش داليدا ساكنه معاك؟ واخر مره هاد المره باش جات على فكره البنات انايا نهار بغيت نولد داليدا كانت خدات الكونجي على قبلي وجيت انا ما نساهاش ليت غادي للسبيطار وجلست معنا 20 يوم اكثر شي 20 يوم. تخيلوا معايا دابا عندها وليدات خوتها الصغار وداك الشيء تتعرف تقمر تتعرف هادي ماما ماما تنسات ماما نسات ملي تنقول لها ماما شنو ندير تقول والله الا نسيتي راه تيرا كبرتي سيرين زاد صغير وراه بزاف سيرين البنات زادت عندها شي 2 كيلو ونص عرفتوا اش غنقول لكم قد هكا. وانا قسما بالله البنات عمري ما تعاملت مع الدراري الصغار قبل يعني ما كانوش عندنا دراري صغار في العائله كلوز ديالنا عمري ما بدلت شي واحد ليكوش ما عمري ما صايبت الحليب يعني تخيلوا لهالدرجه فما عارفاش كيفاش غادي نتعامل مع الدراري الصغار حتى حملت عاد بقيت يوتيوب 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 كنتفرج كندير السوايع على راسي. المهم منين ولدت انا سيرين كانت صغيره بحال هكا تنقول لها تيقولوا لي هاكي زيد تنخاف حتى نهزها ماما ما بقاتش عاقله على كيفاش تقمط كيفاش دير. فداليدا مسكينه جلست معنا ديك العشرين يوم كامله كانت كتعاوننا وهادي الله يسر لها امورها والله يوقف معها في هاد النهار. وديما كنتلاقاو دابا شي عامين كنا نزلنا المغرب اونسون دابا نخلي لكم التصويرات في الاخر كنا نزلنا المغرب اونسومبل انا وياها وسيرين وماما. فهي في الحكم انه هي في مكناس تجي عندي المحمديه مشينا لمراكش مشينا عند العائله ديالي في بني ملال. فالمهم يعني انه كلشي تيعرفها الجيران ف حتى هي مقامي كلهم تنعرفهم فيعني كانها الاخت ديالي. هادشي اللي بغيت نوصل لكم يعني ماشي شي واحد غريب. وعلى فكره البنات هاد المجيه اللي جات هي من السفر هي راه هي جات عندنا ضيفه. المشاكل اللي نتوما عارفين اللي واقعين ليا دابا فهي منين سمعتهم كانت غادي تخلي هي الكونجي ديالها هذا ديال الشهر على اساس حتى تنزل به المغرب مسكينه منين سمعت هادشي واقع خدات الكونجي ديالها وجات عندنا. ولكن دابا راه الكونجي ديالها ساهله السيمانه الجايه غادي تسافر ما نعاودش لكم البنات والله الا ولفناها قسما بالله العظيم. وحتى غدا تتقول لي ولفنا ديك البنت صاحبتك راه هي راه بحال الامامه عرفتي ما شاء الله عليها هي اصلا هاديه يعني فهمتوا ماشي من هذاك الشيء علاش نقول انا مصاحبانه ويا لا ما دويناش ما تهضرش واش فهمتوا هاديه يعني واش ف حتى البارح تنهضر انا وغيزان قالت لي غادي تمشي والله الا ولفنا ولكن راه هاديه سمعت الحياه حتى هي مسكينه عندها الخدمه ديالها الله يسر لها امورها. هذه هي الدنيا البنات وهذه هي داليدا اللي كلكم تسولوني عليها تشرفينا البنات هي هذه الصديقه ديالي الزين ديالي راه حتى تتوجد في باليزا وانا قلبي تيضرني البنات كل نهار تنقول لها المشكله صافي قطعت السيمانه الجايه يعني ما بقاش عندها فين غادي تجلس. ولكن الجايات اكثر من رايحه اكثر من رايحه من رايحات وحتى انا فهمت تكون هنا شي بلاد قريبه ولا هادشي انا وماما وسيرين فهادشي اللي كان هي موالفه كل صيف تقريبا تنزل المغرب ودابا بهادشي ديال الكونفينمون ما نزلاتش هاد العام فكتب لي داك الكونجي ديالها انها دوز معايا وبصح يعني واساتني و يعني صديقه ظريفه والله العظيم البنات جاتني البكيه والله الا جاتني البكيه وحق الله العظيم لانه في قليل فاش كتلقاي الاصدقاء بحال هكا اللي تيوقفوا معاك واللي تيكونوا يعني انه في الجنب ديالك كتحسي بانه كاين شي حد معاك. تسامر البنات راه نعمه الصديقه الصراحه بلا ما نشكر فيها انا شاتي فيها مجروحه ولكن فعلا نعمه الصديقه يعني وقفات علي معايا مواقف اللي فعلا شتي في هاد البلاد وهذا كتحتاجي شي واحد اللي يكون كلوز يعني بحال نفسك ما تفكيني عرفت وحق الله العظيم بنات حنا في الغربه اللي هضر معنا تنبكي وراه ما نعاودش ليكم. ايوا المهم البنات هادشي اللي كاين سولتوني بزاف قلت قبل ما تمشي داليدا تقولوا لي تخاصمتي معاها ضربتي معاها راه ما كايناش هاد الهضره مسكينه راه هي عندها خدمتها خاصها غادي تمشي غادي تسافر. فاكيد قبل ما غادي تسافر هي مازال معنا هاد السيمانه ان شاء الله راه غادي نصور لكم. ايوا هادشي اللي كان ها هي داليدا راه غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها البنات لتحت الا بغيتو تدخلوا عندها تشوفوها فين كتمشي وفين كتجي وفين تتعيش وفين تهدي راه غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها سيروا عندها شوفوها. على فكره هي راه الانستغرام ديالها كلوز يعني دايره غير لا فامي ديالها فانا قلت لها يلا ما فيها باس حليه فهي ما هي بحال هكا ما عنديش مالك شي بزاف فهادشي اللي كاين البنات. المهم غنخلي لكم الانستغرام ديالها وحتى انا ما تنساوش تتبعوني على الانستغرام ولا عجبكم الفلوق ما تنساوش تخليوا لي لايك ونشوفكم في فلوق جديد على خير. باي باي.